اللهم صل وسلم على سيدنا محمد خير خلق الله. سلام البنات، ان شاء الله تكونوا كامل لاباس. شوفوا لا فيديو تاعنا تاع نهار اليوم عند عروس الهضاب. عروس الهضاب راهي في العلمه في حي بلاله، صاحبه المحل اكيد صبرينا معروفه يعني. شوفوا راح نديروا جوله كامله عندها روبيت بطر. المهم لا فيديو ذا نسائي 100%، هذا لنسى فيه روبيت بالطرس، فيه جبب، فيه قفاطن، فيه كريك، وفيه حوايج هكذا الخفيف. اللي يحب حاجه ثقيله ثقيله عندها المحل الثاني للا اسماء، راهو بالقرب من المحل هذا. هذاك فيه غير حوايج العرايس للا اسماء، راح نخلي لكم رابط صفحات فيه زوج تاع يعني المحل اللي فيه الحوايج هذو الخفيف والمحل اللي فيه حوايج العرايس. المحل هذا انا شخصيا يعني نحب عروس الهضاب، نحبش للا اسماء، خاطر للا اسماء مختص في العرايس. عروس الهضاب فيها الجبب واسعارهم رخيصه ما نكذبش، مقارنه يعني بالاسعار بصفه عامه، اسعار في المتناول. عروس الهضاب هذا المدخل تاع المحل. شوفوا المحل قلت لكم في العلمه في حي بلعلى، يفتح يوم كامل من 8 تاع الصباح حتى الوقت العصر، وايضا عندهم خدمه توصيل 58 ولايه. ننصحكم يعني بالزياره لخاطر كي تشوفوا راح تفرحوا خير من كي تشريوا عن بعد، متاكده، لانه اسعار الجبب عندها يبداو من 320 طلع. اكيد السعر يختلف على حساب بلا شارج، على حساب الحرج، من 320 وروح 320 350 390 وهي طالعه لابعد يعني الرقم على جال الحرج والطرز وكل شيء. المهم هذه جوله خفيفه فقط، راح اخليكم اكيد مع صاحبه المحل صبرينا تشرح لكم تفاصيل كامله تاع كل موديل. اكيد هي ادرى مني بالطرز وشعره وطرز الميكرو وطرز اليد وطرز وطرز، انا لا فكره يعني، لكن هي صاحبه مجال، صاحبه اختصاص. اولا قبل ما نبدا الفيديو، قبل ما نعطيها الكلمه، حبيت نحييها لانه مراه بطله وشجاعه ومراه علميه حره من حرائر العلم. الله يبارك، يعني دارت اسمها بانامل من ذهب كما نقولوا، خدمتها لا يعلى لها، تاجره رقم واحد مشهوره جدا يعني في حي بلعلى وفي مدينه العلمه وفي ولايه سطيف بصفه عامه. اي معلومه راح تلقاوها في صندوق الوصف. رقم الهاتف اللي تحب تكوموندي تشري للولايات، ولا اللي يحبوا يزورها حابين يتصلوا ويسقسيوا على موديل والسعر، دوك خليكم الرقم. اللي حابه تستفسر على اي موديل تتعيط في الهاتف تعطيوها البري، سينو ديروا كابتير وبعثوا لها في لاباج تجاوبكم. هذا مكان راهي الخدمه نسى في نسى، سما روعه كي تعود مراه مولات المحل والمشتريه تنسى والسلعه موجهه لنسى. مرحبا بكم من 58 ولايه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بكم معنا في عروس الهضاب. مرحبا بمشتركات رزاء، دخول موسم الشتاء راكم تشوفوا في المطر في النور ما شاء الله، اللهم صب النافعا ان شاء الله. مرحبا بكم عندنا، دخلت عندنا سلعة توب 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 توب، هاكم تشوفوا الموسم الشتوي السنة بربي إن شاء الله غير عرس. سلعة في الفيلوغ بخمي شواء في القطيفة، طرز كيما عودناكم، شعرة فتلة، ألوان مختلفة، أشكال، مقاسات تاع كبار تاع صغار، موديلات متنوعة. مرحبا بكم، نبذة خفيفة، سلعة شتاء. راكم تشوفوا كيما عندنا هذا القندورة، القندورة هذه بواسون دايرة سوكسي في الدان جابوني، هذه تاع تصديرة، هذه نخدمو فيها العراي سوغ ميزوغ سوغ كوموند، هذاك كل وحده ولي ميزوغ تاعها مخدومه افون اي اغيير. هنا طالقينها في لاباج، نبداو السلعه. ها نبداو بالروب الخفاف تاع مشيه تاع طلاء، هاكم تشوفوا روب خفاف هي تعجبها حاجه تبعث لنا كابتيغ ديكرون نعطيوها السعر. هاي كيما هذه فيها ثلاث ألوان هذا الموديل. هذه يحب لي مونش، هذه لا مونش، هذه ليها ميم هاك في الربيع في الصيف يقدو يلبسوها، قطيفة حنينة برك. عنا الموديل هذا اللي راهم داير سوكسي،
هذا الموديل شي واحد، مش الكوبي اللي راهو يدور في السوق اللي راهم يطرزوا ويطلصوا ويطلقوا. هذه خدمه متقنه كيما عودناكم، واللي قضوا علينا ويعرفوا سلعتنا ما نظلوش نهضروا، يعرفوا الفصاله، يعرفوا نوعيه القماش، السلعه، الخدمه، الحرج باليد. هتهضرك عاد وطرز الميكرو راهو من هبه ودبه، اطرز وخرج. ومن بعد تجيك وحده تقول لك انا شفتها هكا بهذا السعر بهذا السعر. لا لا اختي، الميكرو الناس كامل راهم يطرزوا، والناس كامل تخدم وربي يعينهم. بصح كل وحده كيفها فصلتها. وحده كيما هذه مخدومه في 3 متر، هاكم تشوفوا في الفيلور برومي شوا. الطرز شوفوا بالكريستال بلي بيير بالحرج، شوفوا لا مونش. وما تجي وحده ديرها لك هكا دغوات، ديرها تنقص القطيفه، تنقص هكا بيان سير ينقص السعر. يعني انا معاهم، كل واحد ومقدوره، كل واحد واش يبغي يشري وكل واحد واش يبغي يخدم. وقادر هذا الموديل ويخدموه في تيشو كثر وحرج كثر راح يطلع السعر تاعو. ها هي نبذه خفيفه علقنا دار عندنا. شوفوا ثاني القفاطين، القفاطين عندنا من 680 وطلع. والالوان، الوان لاصيغي اللي تحب تدي كيما نقولوا هي الاولى وتخير اللون اللي تبغي. رام هاد الايامات رام سيريات كل جدد. عندنا الموديل هذا ثاني، هذا شوفوا ثاني كيف، شوفوا كيف مختم، شوفوا الحرج تاعو، شوف شوف شوفوا هايل. هذا في لبس روعة، شوفوا كيف جاي من بعيد هنايا، جاي لاكوب تاعو كيما البواسون، شوفوا كيف مختم. وهام الالوان تاعو، شوفوا لا مونش تاعو، شوفوا الحرج، شوفوا برك الحرج كيف معمر. ما تقوليش وحده انا شفتها في الانترنت بهذا السعر بهذا، كل واحد انا نقول لهم اللي تجي للمحل وتشوف بعينها احسن واحسن. انا قد ما نحكي عينك اللي تشوف وتقيسي وتشوفي بالرضا وتدي. وشي هو اللي راهم بعيد، راهم دايرين فينا ثقه لي كليون تاعنا، عندنا خدمه التوصيل كي العاده. شوفوا هذا الموديل روعه، هذا ستيل قندوره، شوف كيف مخطوم في ظهره، شوف بالقانا ومن تحت، شوف ما شاء الله. هنا شوفوا هذا، شوف الموديل هذا روعه، شفتوه. هذا ثاني رام، كاين لي خادمين غير من الفوق، كاين لي خادمين من تحت. حنا شوفوا شوفوا الالوان، هاو كيف يجي في لبستو. ها والاسعار راكم تعرفوا اسعارنا راه في متناول الجميع. عندنا ربوب خفاف كيما هذا، عندنا الجبب، عندي هذيك الجبه وهي في الفيلوغ الخفيف، الفيلوغ الرويال. شوفوا الحرج، شوفوا الخدمه، شوفوا الاستخلاص. هذه فيها هكا وفيها الالوان هذوك اللي سامحوني على التصوير. ان هذا القفطان ما شاء الله حاجه هايله هايله هايله. شوفوا كيف هذا السناسل يدلعوا منه، شوفوا الالوان تاعو، شوفوا في الفيغ، شوفوا في البوردو، شوفوا في البلو، فيه الوان هايله هايله هايله. واللي يحب يشوف الصور واضحه احسن واحسن يدخل لاباج تاعنا فيسبوك ويشوفها. عندنا هذا، شوفوا كيف مخدوم من تحت، شوفوا الحرج تاعها، هذه بلا مونش، لا مونش هكا. ثاني فيها الالوان، هذه فكره. ها تحبوا تشوفوا لي موديل من فوق واضحين، ها هي زيدوا شوفوا هذا، ها هي هذا فكرة، ها الموديل اللي حكيت لكم عليه هذاك، هذا ثاني خفيف وظريف وباهي وجاي كلاش، شوفوا الألوان تاعو واش حلوين. ها
سامحوني على التصوير، راني نصور في وقت متاخر. هذا وين لحقتنا السلعه. كاين بزاف لي موديل. كاين هذا راهو، هذه الدخله برك تاع الشتاء رانا دخلنا بهذا الرشامي. شبب، فتله، قفاطن، انا قفطان هذا مروكي روعه، فيه اربع الوان، هذا روعه اللي في النص هذا البوردو. عندنا الكراكوات كيما عودناكم، عمل بالكم بلي عندنا تصديرة العروس القفاطون. هذا ثاني هايل هذا كل هذا مروكي، كل حجرة خافاي أعمال. عندنا هذا الموديل اللي ضجة كبيرة، عندنا هذا تاع الجيلاتين، عندنا روب خفيف هذو تاع الحرير، حاجة روعة. شوفوا الأسعار تاعنا باه نقول لكم، يعني الروبا رانا باه نقول لكم، يعني الروبا راهي عندنا من 320 وطلع، 320 390 450 هذو الاسعار تاعنا وطلع. كل ما تكون لاشارج، الخدمه، الحرج، حيزيدوا الاسعار. هذه نبذه عن بدايه الشتاء. عندي هذا الموديل، انا هذا الفتله تخلينا اليوم خدم افو اغيير، هاي الثاني هاي الروعه. وعندنا القفاطن ثاني، ها هذا